هذا الموضوع مع اختصاصية التغذية روان الجعبري. صباح الخير لك روان. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. كل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا. يعني إحنا عم نناقش السيناريو الأمثل والنموذجي، ولكن فعليا شهر رمضان المبارك يتذبذب أحيانا بأنه بعض الأشخاص يغوصوا في حالة من يعني نمط غذائي سيء، وفينا بعض الأشخاص اللي استغلوا شهر رمضان المبارك لأن يكون نمط غذائي صحي، ولكن بكلتا الحالتين هناك يعني تغير بهذا الموضوع وبهذا النمط. ما هي أبرز ملامح هذا التغير وأبرز الأمور التي يجب الانتباه لها بعد العيد؟ هلا 100% مثل ما بلشتي بالحكي إنه إحنا استمتعنا كثير بالأيام الماضية بالأطعمة والحلويات وكثير من الأمور، وهلأ خلص صار الوقت إنه إحنا لازم نرجع لنمط حياة صحية. هلا خلال شهر رمضان مثل ما حكيتي لنا انه في اشخاص اتبعوا نظام غذائي صحي واكتسبوا عادات جيده، بالعكس خلال شهر رمضان حتى الاشخاص اللي ما كانوا عم يتبعوا انظمه غذائيه 100% اكيد اكتسبوا شغلات كثير مهمه، اهمها انه احنا قادرين على السيطره على ارادتنا وعلى الاطعمه اللي احنا ممكن يكون في عندنا نهم او كريفنجز لها. فالأشخاص اللي دائماً بالعادة بيحكوا إنه إحنا ما بنقدر نبعد عن الحلو، ما بنقدر نبتعد عن بعض العادات السيئة، ولكن إحنا شفنا إنه خلال شهر رمضان قدرنا نمنع. إحنا شفنا كنا نأخذ مرة بالأسبوع صرنا كل يوم. هي كانت في بعض الأشخاص فعلياً صار يعني الحلويات صار جزء أساسي من يعني من ضمن الإفطار، وهذا ما أريد أيضاً التركيز عليه، إنه بشهر رمضان المبارك كان هناك وجبة أساسية في كل يوم، مع علم انه في بعض الاشخاص كانوا من الممكن انه يوم يكون غداهم خفيف، يوم يكون غداهم اثقل، في لحوم، في دجاج. بشهر رمضان عاده يعني بيكون هناك وجبه دسمه الى حد ما كل يوم. هل هذا يعتبر صحي؟ هل الخروج من هذا النمط بيكون سهل عادة ونرجع لنمط أخف من ذلك؟ هلأ خلال شهر رمضان حكينا كان في عنا هاي العادات، بس تنظيم الوقت كان أمر كتير أساسي وكتير مهم كان موجود خلال شهر رمضان. فتناول الوجبات الأساسية منظمة بأوقات معينة خلال شهر رمضان تعتبر من العادات الجيدة اللي اكتسبناها جميعنا، ولكن بعد شهر رمضان ممكن احنا نرجع لحياتنا او نمط حياتنا الطبيعي بطريقتين. ممكن الاشخاص اللي كان عندهم اللي حصلوا على نتيجه ممتازه خلال شهر رمضان ممكن انهم يضلوا محافظين على نظام الصيام المتقطع بعد شهر رمضان. الصيام المتقطع اللي هو بنقدر احنا نصوم 16 ساعه، بنقدر خلالهم نشرب سوائل، نتناول الاطعمه اللي تكون سعراتها الحراريه جدا قليله مثل الخضار الورقيه، ولكن احنا بامكاننا نتناول وجباتنا خلال 8 ساعات. هاي واحدة من الطرق اللي احنا ممكن نرجع فيها بعد شهر رمضان. الطريقة الثانية، الاشخاص اللي عانوا من مشاكل خلال شهر رمضان مثل الامساك نتيجة لعدم تناول الطعام لفترات طويلة وركود الامعاء وما في حركة بالامعاء، ممكن كثير من الاشخاص عانوا من الامساك نتيجة كمان لانهم ما كانوا عم ياخذوا كفايتهم من المي، ما كانوا عم ياخذوا كفايتهم من تناولهم للخضار والفواكه. هون احنا ممكن نرجع للنظام الغذائي المتوازن المتكامل، نبلش بوجبه فطور، سناك، غدا، سناك. طب كيف عمليه ترتيب هذا الموضوع؟ لانه بتعرفي اول ايام العيد دائما بيكون الفطور هو الجزء الاساسي، ممكن يكون كمان فطور دسم الى حد ما، وبتعرفي زيارات العيد ايضا بتحطك بمواقف حرجه خاصه مع الاكل والحلويات، فشو هي عمليه التدريج اللي تفضلتي؟ هلا التدريج بتختلف من شخص للثاني، بتعتمد على حسب طبيعه حياتهم، ولكن بعد شهر رمضان يفضل دائما تأخير وجبة الفطور شوي صغير، يعني مش كتير، مش لنحكي لنص النهار، بس نأخرها شوي وناخذ وجبتين أساسيات خلال النهار بالأخص هاي الفترة، لأنه كان في عنا سعرات حرارية جدا وتناول الوجبات بشكل عشوائي إضافة للمعمول وكعك العيد وكمان شرب القهوة بكميات مفرط فيها. عشان هيك الأفضل إنه نأخر وجبة الفطور شوي صغيرة، بعدين نبلش إحنا نقدمها لموعد الاستيقاظ، أو دائما نحاول تكون وجبة الفطور ساعة بعد ما نقوم من النوم. هلا بالعاده بحكي لك الاشخاص بتعتمد على حسب نمط حياتهم، احنا ما بنقدر نعمم قاعده لجميع الاشخاص وجميع الناس، ولكن احنا ممكن نعمم بعض العادات الاساسيه بالوجبات تبعتنا. فعلى سبيل المثال نحاول تكون وجبه الفطور تاعتنا بالاخص بعد شهر رمضان تكون نوعا ما خفيفه، وتكون وجبه الغداء هي الاساس بالنسبه لنا. نحاول ناخذ السناكس مثل الفواكه، ممكن ناخذ المكسرات، ناخذ وجبات خفيفه بين الوجبات
الوجبات الأساسية عشان نعمل على تحسين من معدل الحرق خلال الأيام القادمة ولنحصل على نتائج أو أفضل النتائج. هلأ ممكن الأشخاص اللي ممكن كانوا أكثر تأثر خلال شهر رمضان هم الأشخاص اللي دائما بيحاولوا أنهم يرفعوا وزنهم نتيجة لأنه كان في عنا عدد ساعات جدا محدود خلال شهر رمضان، فما كانوا يقدروا أكيد أنهم يغطوا كامل احتياجهم، خاصة إذا عندهم أصلا مشكلة بأنهم يحافظوا، فما كانوا يقدروا يغطوا احتياجهم الكامل من السعرات الحرارية وحتى من الأطعمة الصحية. فهون عنا بعد شهر رمضان إحنا عنا إمكانية أكثر ووقت أكبر عشان يقدروا يغطوا كامل احتياجهم بين الوجبات، حتى ممكن يحسنوا من عاداتهم الغذائية، لأنه بالعادة هدول الأشخاص بيأكلوا كميات قليلة، عاداتهم الغذائية بطريقة تناولهم للأكل ممكن تكون مش صحيحة 100%، كأنهم بيأكلوا كتير سريع، ممكن كانوا يدمجوا أكيد السوائل أو كتير بطيء فبالتالي بيأكلوا كميات بطيء. أقل أو كتير بطيء. وفي خلال شهر رمضان كان أكيد واحدة من العادات الغير صحية اللي هو تناول الأكل ودمجه مع المشروبات بشكل كتير كبير، كان بصعب عليهم تغطية احتياجهم الكامل من الأطعمة، فكانوا يكتفوا أو يشبعوا بفترة كتير قصيرة وما يقدروا يستكملوا. فهون عندنا مجال وفرصة أكتر لأنهم يقدروا يوصلوا للنتيجة اللي بدهم إياها. نرجع بنحكي نفس الشيء إنه هلأ فرصتنا أكتر لنتجنب مشاكل ممكن كانت الأشخاص ما عم ينتبهوا لإلها، مثل مشاكل الإمساك وغيرها من النفخ، لأنه كانت الناس خلص تستنى موعد الأذان وعلى السريع ياخذوا وجباتهم بشكل كتير سريع وبشكل عشوائي وغير منظم وغير مرتب. فهون دورنا إنه إحنا ننظم وجباتنا أكثر، نهتم كتير منيح بشربنا للمي، كمان إشي كتير أساسي، نعمل تمارين رياضية، هاي كمان من الأمور الضرورية، نحاول نحسن النوم لأنه النوم كمان يعتبر واحدة من العادات اللي ممكن شوي من الأشخاص ما كانوا قادرين إنهم ينظموها خلال أيام شهر رمضان الفضيل، ولكن هلأ الفرصة والجسم يمكن أنهك بسبب هذا الموضوع لأنه بتعرفي السهر أكثر، العبادات عادة الناس بتعملها كمان بالليل بصورة أكبر على رواقة زي ما بيقولوا، هلأ يمكن عندهم فرصة أكثر إنهم حتى يركزوا أكثر على الأطعمة اللي بتساعدهم على الاسترخاء، يحاولوا أنا كنت حابة أعرف صراحة ما هي الأنواع تحديدا التي من الممكن أن ممكن أن تكون خيارات جيدة إن كان لوجبات الغداء إن كان خلال العيد أو حتى ما بعد العيد، بحيث إنه يعني نفوت على يعني أكل خلينا نقول فيه أريح، يعني طريقة أنواع أريح أو يعني تعطي راحة للأمعاء أو حتى للمعدة وغيرها. أوكي، هلأ إحنا لساتنا بثالث يوم من العيد، فهلأ هون خلص صار لازم إنه إحنا نوقف العادات اللي هو تناول الإكزيت بلان بالضبط، فمن نحاول نخفف قد ما بنقدر من تناول الأطعمة بشكل عشوائي، لأنه بعض الأشخاص بيحكوا لك إنه إحنا خلص أوريدي صرنا مخبصين بالأكل ومخربين بوجباتنا، فخلينا تركين حالنا كمان شوي. بالعكس إحنا لسه نحاول إنه نستغل الفرصة إنه ما في عنا لسه في عندنا فرصة إنه إحنا ما نتخطى الحدود تاعتنا، لأنه الوزن لسه ما يعني نحاول إنه ما يزيد أكثر. بالعكس في ناس دخلوا باكتئاب أحياناً 100% بشهر رمضان، يمكن لأنه الأنواع أيضاً ما كانت مدروسة دائماً، ما كان بيقدر الإنسان يتحكم دائماً بالسفرة زي ما بقولوا لجميع الأطراف، فممكن إنهم دخلوا بحالة بالعكس إنه الجسم ما كان بيحرق بالطريقة، يعني أجسام برضو مختلفة 100%. هلأ نحاول إحنا نركز على بعض الأطعمة اللي كتير مهمة لمساعدتنا على النوم وتحسين الهرمونز اللي بتساعدنا على النوم. فاللبن اليوناني أو اللبن العادي ممكن من الأشياء اللي كتير بتساعدنا، الكيوي، المكسرات، القرع وبذور القرع تعتبر من الأطعمة اللي جدا مفيدة ومهمة للاسترخاء، التوت مثل ما حكينا، الكيوي، الحمضيات تعتبر كمان من الأمور اللي جدا جيدة، البروتينات الصافية. أنا بتخيل الفواكه الناس نسيتها برمضان شوي. لا الفواكه جدا مهمة، بالأخص الكيوي والتوت. يعني قصدي ما كانت لأنه الواحد بيصير بده حلو صار يبدلوها مع الحلويات، ولكن هلأ فرصتنا أحسن أنه نرجع للفواكه. نحاول كمان ناخذ الأسماك، بالأخص سمك السالمون، لأنه من الأشياء اللي كتير بتساعدنا على الاسترخاء وعلى النوم. نحاول كمان نتعرض للشمس بما أنه هلأ الجو رجع يكون كتير حلو، فالتعرض لأشعة الشمس كمان أكيد مش بفترة الظهر، ولكن فترة العصر أو فترة الصبح تعتبر من أهم الأمور اللي بتساعدنا على الاسترخاء واستعادة نشاطنا، وحتى أنه نرجع لعمليات الأيض الطبيعية خلال نهارنا. بالنسبة للوجبات كتير مهم أنه تكون وجباتنا متكاملة، نهتم كتير منيح بنوعية الأكل، طريقة التحضير والكميات اللي عم نتناولها، هاي الأمور الأساسية. فإحنا ما في عنا أمور ممنوعين منها،
ما عدا طبعا اكيد السكر الابيض المكرر، كمان ممنوعين من الاطعمه المقليه او اللي فيها نسبه دهون جدا عاليه. ولكن كمان كثير مهم انه نلتزم بالدهون الصحيه مثل الافوكادو، زيت الزيتون، البذور، ولكن كمان بنحكي انها بكميات محدده مش بكميات مفتوحه. ممارسة التمارين الرياضية تعتبر من أهم الأمور، على الأقل نحاول نمشي من نص ساعة ل 45 دقيقة. ونقطة كتير مهمة كمان الأشخاص يكونوا عارفينها، إنه ما كتير يخافوا من موضوع زيادة الوزن، ولسه دائما في عنا فرصة للوصول للأهداف الصحية ونحافظ على وزننا بالشكل الطبيعي. لأنه إحنا جسمنا عشان يزيد كيلو كامل من الدهون احنا محتاجين ناخذ 7000 سعره حراريه من الاطعمه. فانت عم تحكي كثير سهله عند كثير ناس بس هاي كميه اكل كثير كبيره. ولكن احنا اذا مثل ما حكينا اكتسبنا عادات صحيه خلال شهر رمضان اللي هي خلينا نستغلها، يعني نستغلها انه في عنا اراده واحنا قادرين على مقاومه الاطعمه المنحفه، فبنقدر انه نوصل للي بدنا اياه. شكرا روان جعبري اختصاصي تغذيه، كل عام وانت بخير مره جديده. اهلا وسهلا فيك.